اهلا بيكم في فيديو جديد، والفيديو دوت هيبقى ريفيو عن الكاميرا اللي بتصور تحت المياه، الكاميرا الرياضيه ديت. ديت تقريبا سعرها 400 جنيه مصري. الكاميرا دي منتشره في المواقع شبه سوق وجوميا. الكاميرا ديت عشان رخيصه بقى، فمعظم الناس كتير قوي بتسترخصها وبتشتريها. فانا جاي اقول لكم، جاي اعمل لكم ريفيو عنها، اقول لكم مميزاتها وعيوبها. انا اشتريتها، ظهرت لي يعني في الاعلانات في الجنب، لان انا مهتم بالكاميرات الاكشن وكده. انا كنت عامل ريفيو قبل كده الكاميرا اكشن برضو بتنزل تحت المية، بس افضل من دي بشوية واغلى منها. المهم يعني ان انا مهتم وكده، فلقيت الاعلانات في الجنب. لو اي حد مهتم بالكاميرات وكده هتلاقي الاعلانات بتاعتها في الجنب، وتلاقي سعرها كده 400 جنيه و399 والحاجات ديت. لو عايز تعرف مميزاتها وعيوبها فانت لازم تكمل الفيديو ده للاخر. يلا بينا. الكاميرا ديت من كتر الاعلانات اللي بيعملوها ليها، ما كنتش متخيل قد ايه هي الجوده بتاعتها وحشه. مكتوب عليها 1080 اتش دي، 5 ميجا بكسل. يعني في ناس كانت في يعني كانت بتقول كويسه ومش عارف ايه وحلوه وكده. لا، احب اقول لكم ان انا صورت بيها صور وفيديوهات ما طلعتش كويسه. في حاجات احسن منها بكتير، لو انت حوش شوية هتقدر تشتري كاميرا احلى منها بكتير. المهم يعني احنا نقول مميزاتها وعيوبها، وكل واحد شايفها وحشة او حلوة براحته. المهم يعني ان الكاميرا ديت تقدر تنزل تحت المية، بيقولوا انها تنزل تحت المية 30 متر. انا مش متأكد من المعلومة دي عشان ما جربتش انزلها تحت المية، بس طبعا انها بتنزل تحت المية بالكفر دوت. الكفر ده هو اللي بيخليها، اللي هو الكفر البلاستيك اللي بره، تمام، هو اللي يقدر يخليها تنزل تحت المية او لا. تعالوا كده سريعا اوضح لكم التقنيات بتاعتها. هي 1080، 5 ميجا بكسل، فيها سينسور اسم السينسور CMOS. السينسور دوت بيتحط في الكاميرات الاكشن. طبعا الكاميرا هو رخيص جدا، انا مش عارف اصور بجد، مش عارف اصور.